منذ قديم الزمان والإبل تمثل قيمة اقتصادية كبرى في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ورغم ارتباط العرب بالإبل وما قصه شعرائهم من قصائد في جمالها، إلا أنها تعد المضيف الوسيط لفيروس قاتل للبشر، حيث أشارت الدراسات العلمية إلى امتلاك الإبل الأحادية السنام لنسبة عالية من الأجسام المضادة للفيروس التاجي المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس كورونا. FAO has been supporting Egypt to generate knowledge and enhance understanding about the epidemiology of MERS-CoV through conducting various kinds of surveillance activities and studies, including longitudinal study, cross-sectional study, as well as abattoir-based study. Through the MERS-CoV project, we have been also supporting the Animal Health Research Institute to improve its diagnostic capacities. تم رفع الكفاءة التشخيصية لمعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية من خلال توفير أحدث وأدق الأجهزة التشخيصية لمعامل المعهد. احنا بنسحب مساحات أنفية وكمان من الغدد الليمفاوية عشان يتم عمل دراسات عن مرض متلازمة الشرق الأوسط أو الميرس كورونا. بالرغم من ان COVID-19 مرض اثر على عالم اجمع، الا ان هو ساهم في رفع مستوى ادراج المجتمع الدولي تجاه مجافحه الامراض الحيوانيه الناشئه. في وجود COVID-19 وتحت مظله الصحه الواحده وان هيلث، زادت وتيره التبادل المعلومات بين جميع الجهات المعنيه وعلى كافه المستويات. تكمن خطورة الفيروس في كونه فيروس حيواني المصدر، يعتقد أن يصاب به البشر عن طريق المخالطة المباشرة أو غير المباشرة للجمال.